قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبك جمر النار، ولا حاربت في أحد ولا قاتلت في بدر صناديد من الكفار، وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار. ولكن يا نبي الله، أنا والله أحببتك لهيب الحب في قلبي كما الإعصار. فهل تقبل يا حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم، جئت هنا متأخرا جدا وليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائم شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ ولا يوم رفعت الراية خفاقا، أنا طفل يداري فيك إخفاقا، ولكن يا رسول الله، أنا نفسي أحبك لحبك يا رسول الله، وحب الله تواقة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.